يعني بقالك كام سنة في الشغلانة بتبيع كتب؟ يعني 30 سنة. 30 سنة. حضرتك بدأتها هنا في سور الأزبكية ولا لا كنت بتبيع على فرشة بره، ولا لا بدأتها ازاي؟ سور الأزبكية، لا يعني من الأزهر للطبلاسة سور الأزبكية. تمام. كنت في فرشة ولا كنت لا في ايه؟ مكتبة. كنت في مكتبة. تمام. ايه اللي خلى حضرتك يعني جيت بعد كام سنة سور الأزبكية؟ لا هي عدد التنقلات خلى واحد مش متذكر. مش ما تعرفش متصدق. بقالك كام سنة في سور الأزبكية؟ لا عدد التنقلات خلى واحد مش متصدق، لأن أنا من الأزهر قعدنا فيها مدة، وبعدين طلعنا على الطرازة قعدنا فيها مدة، ونزلنا هنا قعدنا جوه، وجينا من جوه على هنا، فأربع تنقلات الواحد. تمام. أستاذ أيمن، حضرتك شايف المهنة دي إزاي؟ فيها إيه المهنة دي؟ مبسوط فيها؟ كويسة بالنسبة لك؟ هي حاليا هي هو 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 الأول هو كل شيء، يعني ايه الحمد لله على كل حال، بس هي حاليا المهنة مش زي الأول. ازاي الاول؟ لا طب الاول كانت احسن من كده، الأول كانت أحسن. بسبب ايه يا حاج؟ لا بسبب قلة القارئ. قلة القارئ قلت. تمام. دلوقتي انت حضرتك متخصص في الكتب، في انواع كتب من بتبيع ايه يعني؟ ايه الكتب، ايه المجالات إسلامية اللي عندك؟ وإسلامية وتصوف وسياسية وأدبية. تمام. اكتر انواع الكتب اللي بتبيعها ايه؟ والله هو كله لما يعني لما بتلاقي زبون بيشتري من كل حاجة حاجة. يعني ما فيش حاجة معينة بتتباع بشكل ملحوظ عندك؟ لا تمام. أسعارها طبعا أنا عن نفسي بتهاوت مع الزبون، خارج مش موحدين السعر يا حاج؟ لا ما فيش توحيد في لا لا السعر. لا المكان بيقول لا مفيش حتى موحد السعر. تمام. حضرتك في كتاب كبار يعني اتعاملت معاهم بشكل مباشر، جولك هنا واشتروا منك او اتعاملت معاهم في مكان ما، كتاب كبار يعني كتاب روايات زي نجيب محفوظ، انيس منصور، هيكل، الناس دي ما لحقتش حد، ما حدش فيهم اتعامل معاك بشكل مباشر من الروايات ولا حتى الشباب المعاصرين؟ لا الشباب المعاصرين بالكتب بس بتاع ما تيجي هنا قليل، اول لما تلاقي شاب ما فيش حد بيجي يعني هنا؟ مفيش حد بيجي هنا؟ لا مفيش حد بيجي هنا منهم. طب حضرتك يعني في يعني ازمات او مشكلات بتقابل حضرتك في هنا في سور الازبكيه ولا؟ هو السوق كله يعتبر ازمات. زي ايه مثلا؟ في ايه بيقابلك؟ ايه يعني المشاكل؟ الزباين لو مثلا بتقول الكتاب مثلا بالباين يقول لك لا ما ينفعش ب 15 ب 10 زي اللي جنبك، زي اللي هنا. تمام. وانا بقول له اختلاف المكاتب باختلاف الاسعار، فالزبون ما بيقتنعش، طيب بقول له انت براحتك. طب مشكلتك مع الزبون بس، ما فيش اي مشكلات تانية بتواجهك مع اي مع مسؤول او مع حاجة او مكان المكتبة نفسه او اي حاجة؟ لا ما مش لا مش ما فيش مشاكل، هي المشاكل لما بتيجي بديك مرة واحدة. تمام. ما فيش اي مطالب ليك يا حاج من اي حد؟ لا انا عن نفسي مش عايز مطالب من اي حد. ما فيش حد. تمام. حضرتك ما فيش اشتراك السنة دي في المعرض، مش هشترك في المعرض؟ انا اساسا ما بشتركش فيه اصلا. تشتركش فيه أصلاً. تمام كده كده مقاطع. تمام. شكرا. متشكر لحضرتك. العفو.